اسمي محمود علي من مصر. مهنتي مهنة تشكيل الزجاج. اتعلمت مهنة الإزاز ديت من 25 سنة. مهنة عجبتني وحبيتها. مع الوقت طبعا تقريبا مكنت منها كويس جدا، مكنت من المهنة كويس. والنهاردة 25 سنة بشتغل فيها. هو صعوبته في البداية لما تيجي تمسك الإزاز وتبدأ تسيحه، ماشي، بتحس ان قطعة الإزاز ديت هتسقط من ايدك، هيسيح ويسقط من ايدك زي المية. هي ديت التحكم في الإزاز، هو دوت الجزء الوحيد اللي انت تتعلم انك تتحكم في الإزاز بيه. قدرت تتحكم في الجزئية دي ان الإزاز ما يسيلش منك ويسقط، يبقى انت كده هتقدر تكمل في المهنة دي. هي دي صعوبة الإزاز، انما بعد كده انت تقدر تعمل حاجات كتير كويسة. الناس كتير بتشتغل في الرسم، ترسم، وانا برسم طول عمري برسم، بس انا مش بدور على كده. ناس كتير بترسم، انما مفيش ناس كتير بتعمل ازاز، مفيش ناس كتير بتستخدم الخامه دي. الخامه دي خامه عجيبه، خامه مجنونه. زي ما تيجي تشتغل فيها تلاقيها في حاجات ما ترضاش تيجي معاك، ما ترضاش تشتغل معاك. انما انا قدرت اطوعها الحمد لله. انك تطوع خامه ديت لوحدها موضوع، قصه، وده الممتع في الموضوع. هو في البداية المجسمات بالأخص، الحيوانات، الطيور، السمك، ده كله لازم يكون عندك الموهبة عشان تقدر تشكله. في حاجات تانية مش شرط يكون فيها موهبة، يعني زي الكورة مثلا، دي مش شرط يكون عندك موهبة عشان تشكلها. دي بس لازم يكون عندك أساسيات المهنة وتشكلها، مفيش مشكلة. والله كتير قوي اللي مر عليا. انا من 25 سنة، من 25 سنة وانا بشوف سياح وبشوف زباين، ومر عليا كتير قوي فيها. 25 سنة، لك ان تتخيل 25 سنة مر عليك كل شيء، وحتى الطلبات الغريبة، حتى الطلبات المجنونة.